شوف قوة الاهتزاز يا إلهي يا إلهي. قل لي شو شعورك يا مظلوم؟ خبرنا وصلنا شو أحلى تحس؟ مساج عندي، مساج الرأس يفك لي العضلة فك، ومع القطعة هذه ومع صاحب المساج مستوين فيها يا جماعة، تعطيك اهتزاز. أقول أسوي مساج في تايلاند. الله حمد، شوف هذا الجهاز حمد، خلي تخض يدك خضة الحين، وقت أنك تحلق أو تحط قوة الاهتزاز، ما نخليها تروح هدر. هذا الحصري اللي اسمع الصوت. اسمع. ما شاء الله، شوف أبا احساسك يا كابتن، يا جماعة أبا احساسك يا كابتن. اللي تبدل عريلها، الناس اللي عندهم صالونات، شيء من الآخر صراحة رهيب. حمد تستخدمه في الفيشن يساعد، تستخدمه في حمام زيت يساعد، تستخدمه مساج يساعد، في كل الحالات يساعد. يا سلام. وشحن تايب سي، والشحن تايب سي والقبضة جدا سهلة. يا عالي تبين اشتري شنطة شيء بيضبط.